بس معايا التليفون. مش عارفه، انا شايفه انك انت اللي تاخده بقى. ماشي اوكي، تقول الو. الو. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. انا معايا يعني خلاص، هو عمر اتثبت تقريبا. انا معايا والده الفنان الجميل عمر زكريا. مساء الخير يا فندم، اهلا بيكي، منورانا طبعا، والف مبروك على نجاح عمر وعلى طلته الجميله علينا. هو يستاهل كل خير والله، مش عشان ابني والله، هو دؤوب وعاوز يوصل وبيشتغل على نفسه، وربنا يا رب يوفقه يا رب، ربنا يوفقه. نفسك تشوفيه مكمل كده في السينما والدراما ويبقى نجم كبير؟ ربنا معاه، بقول له ربنا يا رب يديك خيرها ويكفيك شرها يا رب. الله، احلى دعوه في الدنيا، احلى دعوه في الدنيا، ربنا يخليكي ليه يا رب، ويفضل مفرحك كده زي ما هو دلوقتي برضو بنشوفه وبنفرح جدا على الشاشه. ربنا يخليك، هو والله من هو طفل صغير، هو غاوي غاوي. كلميني عنه، هو طفل صغير، كان طفل شقي ولا كان طفل هادي؟ لا هو مش شقي، هو دماغه كلها كانت يعني المذاكرة ونفسه بقى ايه، كان غاوي بقى ايه، يعمل بقى ايه، يقعد قدام التلفزيون ويتفرج على الشخصية نفسها، وايه تلاقيه يتحرك في الشقة مثلا، حتى لو لاعب كورة معين كان كمان بيتفرج على المصارعة. ده انت عديت على كل حاجه. انا عايز اقول لك حاجه، الشورت بتاع جون سينا، هاتي لي مش عارف اللبس بتاع فلان الفلاني، هاتي كذا، فاهمه؟ اللي هو بيحب يقتن الشخصيه نفسها، يحب يعيشها. بيحب يتقمص. وايه كان بيحب الافلام الهندي بصراحه، ويحب الافلام ويحب الهندي يعني كل حاجه، وحتى في المدرسه على مسرح المدرسه. كان انا عايز اقول لك حاجه، ان ماما هي الناقد بتاعي بجد. امي والله يعني لما انا تتفرج، لو سالتها عن لما تتفرج تقعد تقول لا كان في احسن، لا كان في احسن. ساعات مثلا لما كان كلبش بيتعرض مثلا، حلقه تتعرض وانا مش موجود في البيت، تروح متصله بيا تقول لي لا عجبتني النهارده. ايوه كده، يعني امي هي اللي بتنقد بقى، يعني هي يعني مع الوقت بقت فاهمه بقى، انا بقعد احكي لها بقى ازاي بحضر الشخصيه وازاي بعمل ايه، فهي مع الوقت فهمت التمثيل، فبقت قاعده بقى اللي هو عماله تنقدني، لا بس كنت محتاج هنا ايه تتكلم بالراحه شويه، لا في ظل الرئيس في مشهد مش عارف ما عجبتنيش، لا في كلبش. يعني امي يعني كانت اول مره ترضي عن حاجه 100% كان كلبش، يعني قاعده تقول لي لا في كلبش انا بالنسبه لي مش هنقدك في حاجه. طب ده الحمد لله، ده احنا في فنانين بيقعدوا يعني جزء كبير كده من العمر قبل ما يوصلوا للنقد الجميل ده. على فكره ده يا بختك ان انت عندك ام عينيها بتعرف تشوف كويس وتنقد. الحمد لله كويس. انا بشكرك جدا جدا على مداخلتك لينا في كلام البنات. شكرا لحضرتك، مامتك جميله قوي بصراحه الحمد والله، لله الحمد لله، وواضح ان هي مهتمه بيك من صغرك جدا.